عايز ايه سبب الوقفه؟ يعني انتوا عاملين وقفه ليه؟ الزياده المبالغ فيها جدا في المصروفات، في حين ان احنا اصلا ما نعرفش الزياده دي في الترم التاني، يعني احنا فوجئنا بيها. لو من اول السنه يا جماعه احنا هندفع كذا، احنا عاملين حسابنا في المصروفات، لكن احنا فوجئنا ان الزياده مبالغ فيها جدا. طب هل اداره المدرسه ما بتقررش الزياده زي كل المدارس مع بدايه السنه بتقول ان المدرسه ده؟ بس ما حدش فيهم سمعنا خالص. قلنا لهم يا جماعه عايزين نعرف الترم التاني كام لما يجي الترم التاني. لما يجي الترم التاني كل سنه بنتفاجئ بالمبلغ، بس السنه دي كان يعني اوفر قوي. السنه دي احنا عايزين نعرف ليه. ما احنا عايزين نعرف السلبيات اللي موجوده في المدرسه. كتبت الفصول اللي عدد 50 ولا قرار الوزاري نزل من 2019 بنزل مروح السقف عشان خاطر على الاولاد؟ وبالفعل في سنه من السنين في مروحه وقعت على الاولاد، والمدرسه المدرسه فوتت من اولاد جنب. وفي الاخر قال لنا ايه؟ طب ربنا يسهل ان شاء الله هنعمل لها صيانه ولا اي حاجه. حمامات زي الزفت، زيها زي مدارس الحكومه. فين ال فين اعتمادنا كلي على ايه؟ اعتمادنا كلي في المدرسه على ايه؟ على الدروس ولا لا؟ على الدروس. طب فكره النشاط اللي هم بيقرروه هل ده موجود؟ مفيش نشاط في المدرسه. اللي احنا بناخد فلوسها الوزاره هي اللي بتاخدها منها مش احنا. مفيش نشاط في الوزاره. مش هي مش فرض علينا البند ده خالص، هم اللي فرضينه علينا. 30 هي الوزاره منزله السعر ده؟ لا ما اعتقدش. لا الوزاره منزله السعر ده فرض علينا الفاتحين بتاع المدرسه. كتب الوزاره ب 150 جنيه. بيفرضوا علينا الحاجات ليه؟ هو قال لي ان هو شالها بعدين. شالها، برافو عليه. لا الكلام متفاوت، يعني مره 1700 رسم على 1035. كل واحده بيقول لها كلمه. يعني مفيش كلام واحد. نصاب كل التجمع بياخدوا حقه. 400 وشويه بياخدوا. امبارح الوزاره السعيده بيقول لك الوزاره هي اللي ده الترم الاولاني والترم الثاني. حضرتك امبارح انا بسال مستر سعيد بتاع الماليات ده، بكلمه على موضوع الكتب، يقول لي لا انتوا مش دافعين الفلوس كتب الوزاره بتاعت الترم الاول. قلت له حضرتك ازاي؟ انا دافعه 7015. قال لي لا مالهمش دعوه بفلوس الكتب. قلت له امال دول بتوع ايه؟ قال لي دول بتوع التعليم. تعليم ايه؟ تعليم ايه؟ انت عارف حضرتك اللي انت هتروح املاها من اللغات، مفيش ميه في المدرسه. كلنا معمول للغات. احنا يقول لنا اشربوا من الحمام. ايه المعامله؟ وبعدين حاجه ثانيه كمان، الديسكات 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 بيشيل الظهر بتاع الديسكات. بيشيل الظهر، العيال حتى مش قاعده مرتاحه. بيشيل الظهر بتاع الديسكات. لا او الظهر بتاع الديسكات. اسم دي قاعده ظهر بتاع زميلك ازاي؟ ديسكات غير ادميه. وشنطهم محطوطه في الارض. العيل بيكبر غير مرحله اعدادي والديسك مش انا مش مضيع مدرسه حكومه عشان يتعاملوا كده. احنا ليه قلنا السلبيات؟ نيجي نتكلم تقولوا خدوا الملفات. هو اللي عنده خدوا الملف اللي مش عاجبه يمشي. عيالنا اتربوا كلهم في المدرسه، ما ينفعش ان احنا نمشيهم. خلاص اتعودوا على اصدقائهم وجنب البيت وحاجه جنبنا. لا مفيش تفاهم، خدوا الملف وامشي. للاسف مفيش مدرسه. يعني بيهددنا بالملفات، فاهمني؟ بيهددنا بالملفات. يقول لنا شوفوا اللي مش عاجبه. مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها كده. Thank you.